هذه الطفلة على قيد الحياة. شكرا حبيبتي، جعلتني أسعد رجل في هذا الكون. هل طفلي حي؟ مؤكد، لكنه لم يولد صبيا. لا طبعا، ما كان بإمكانك أن تمنحيني إلا ابنا. حية، هذه الطفلة حية. نعم إنها حية. يا إلهي ماذا أفعل؟ يجب أن أقصد كازاغراندي وأخبر أهلها الحقيقة. ما دخلت أنني رزقت بطفلة. سأمنحك بعض الماء والسكر فلا تشتكي. رب، تشبثت هذه الملاك الصغيرة بقوة بالحياة وجاءت تعقد حياتي. ماذا سيجري عندما أعيدك إلى كازاغراندي؟ السيد، يا للفضاء، سيغضب وسيأزجني في السجن. السجن؟ لا، ليس هذا، لا، لا أود دخول السجن. شكرا للمدعوة دومينغا، فالطبيب لم يصل قط. حسنا، سأعلم الجميع في كازاغراندي خبر أنني أصبحت والد صبي، صبي فعلي مثلي. إنه ابني. ألا تحبينه؟ وكيف لا أحبه كريسانتا؟ لكن أصحيح لم أرزق بطفلة؟ من أين لك هذه الفكرة عزيزتي بلانكا؟ لابد أنني حلمت في سباتي. نعم، لابد أنك حلمت، لكن تبصرينه الآن؟ إنه صبي. راح الله نفسك لوبي، ابنك بين أيد أمينة. لن أعيدك إلى كازاغراندي، سيزجونني في السجن، وأنت فلن يحبوك. السيد أراد ابنا فحسب. الحظ حالف الصبي، الحظ الذي استحقيته. وأنت لن يكون لك إلا أنا وحدي. ستمضين كل حياتك مع دومينغا. العودة إلى مكسيكو سيدي. بلانكا استعادت عافيتها كليا وستقضي رحلة مريحة جدا، لذا أود الرحيل اليوم. أتعلم ديونيزيو، هذا الشهر سأدفع أجرا مضاعفا لجميع العمال وبدءا بك. بأمرك سيدي. إنه للاحتفال بولادة ابني. تغمرك سعادة كبيرة، ما من سعادة تفوقها. ابني هو أهم ما لدي في حياتي، إنه الأهم. سيدي، أي اسم ستطلق عليه؟ سأحمل اسم والدي، خوسي أرماندو. أين وضعته؟
أنت جاهزة؟ نعم، نعم رودولفو. أحدث مكروه بلانكا؟ فتشت ولم أجد حلي الزمرد، وضعتها في العلبة ولم أجدها. مستحيل، ابحثي جيدا. لقد فعلت، لم أجدها. إذن في المنزل سارق، سأضطر إلى اتخاذ تدابير قاسية. بل سأسأل كريسانتا، لربما خبأتها. خوسيه أرماندو بينياريال، لم تمتي. يا لعظمة الله، سأجد لك اسما. يجب أن أكون جميلا أنيقا كأسماء الأثرياء مثلك. لكن أي اسم؟ سنرحل الآن، سأحضر حقيبتي في الحال. كريسانتا، نعم، قرطاس مرد، أتعلمين أين وضعتهما؟ جميلة كالصباح يا حبيبتي، يبدو مستحيلا أنك ولدت منذ أسبوعين. يا لعينيك الساحرتين الخضراوين كعيون الأثرياء. من يراك قد يقول إنهما لا تبصران. لا، لا أعرف شيئا عن قرطي زمرد. رودولفو يخال أننا سرقنا، وسوف يتخذ تدابير خطيرة جدا، قال لي ذلك. قولي لا، إنك تركتها في مكسيكو. لا، لن أكذب عليك كريسانتا، فقط لأكسب الوقت. أنا سأحاول أن أستعيد قرطي زمرد. أعرفهما بحوضة من؟ قلت تعرفين مع من؟ دومينغا، المرأة التي عاونتك في الولادة. ولما؟ إذا اتهموها بالسرقة ستبوح بكل شيء. ما الذي ستبوح به؟ ماذا يجري بربك؟ تكلمي كريسانتا. رودولف سيقتلني صغيرتي. لماذا؟ ما الذي فعلته؟ لقد منحت قرطي زمرد لدومينغا لئلا تبوح بالسر الذي نخفيه. بأي سر؟ ولما هذا الغموض؟ لا يمكن أن نتكلم هنا، قد يسمعوننا. هيا إلى غرفتك. هيا، رودولف هناك. إذا تعالي إلى غرفتي. أي سر؟ هيا تكلمي الآن ولكن بوضوح. بلانكا، الطفل الموجود في البال ليس ابنك. ساكنة جدا، إنها فكرة شريرة. في عينيها نور، فيهما نور. نعم، لقد أنجبت طفلة، طفلة ولدت ميتة. لا، هذا مستحيل. لا، هذا الولد يتيم، ولد قبل ساعات من ولادة ابنتك بلانكا. توفيت أمه ليحيا هو. ماذا فعلت بي كريسانتا؟ ماذا فعلت بي؟ قلت لك إن ابنتك ولدت ميتة. رودولف أراد ابنا، وقد مات ذلك الصغير وحيدا في الدنيا. ماذا طلبت من دومينغا أن تستمع له؟ لا يا إلهي، لا أحسن. سامحيني، أردت أن أفعل خيرا أمام معضلة لم أرى حلا لها.
سوف تحبينه كما لو كان ابنك. إلى أين تذهبين صغيرتي؟ دون رودولفو يجب أن لا يعلم. صغيرتي، يا إلهي، صغيرتي، بالله يا إلهي، إذا الطفل ليس ابني، هذا الطفل ليس ابني. لا تكرري هذا الكلام. صغيرتي، ساعديني أرجوك، من أجلك، من أجلي، من أجل الطفل ودور رودولفو. ساعديني لأكتم السر، ساعديني. هاتان الحليتان بغاية الروعة، حبتا الزمرد جميلتان جدا، كصغيرتي كلون عينيها خضراء. اسميرالدا، اسميرالدا، ستحملين هذا الاسم صغيرتي، اسميرالدا. هذه صورة جميلة لخوسي أرماندو. كم كان عمره؟ هنا لم يبلغ السنة فاطمة. كان طفلا جميلا. كنت محظوظة بلانكا. لا تشتكي فاطمة، جرازاليتا فاتنة. مرحبا ماما. نانسي، كيف أنت عمتي؟ أهلا. أمستعدة للرحلة إلى كازا جراندي؟ نعم جرازاليتا، أنتظر وصول رودولفو وخوسي أرماندو لننطلق. كان يبتعين بندقية، قال لن يتأخر. سأشتاق إلى خوسي أرماندو خلال وجوده في كازا جراندي، سأفتقده كثيرا. إذا عجزت عن الحصول على كل هذا فستحصل عليه ابني. سأزوجها بخوسي أرماندو مهما كلفني الأمر. هذا البرنس يعجب أميرتي الجميلة. لم يتغير شيء، الوقت لا ينقضي هنا. لطالما أحببت زيارة كازا جراندي، لكن نادرا ما نأتي إلى هنا. الآن وقد تخرجت من كلية الطب أنوي المكوث هنا بعض الوقت. خبر مفرح بني، ولدت هنا. يسرني أنك تشعر بالحب حيال الأرض التي تنتمي إليها. ميليسيو، لما تسرق هذا الفريز؟ وصل السيد. إذا رأيتك تسرق الفريز مجددا ستلقى عقابك. يجب أن تكوني صاحبة ثروة ألبانيا ريال. المال، القصر، مجوهرات العائلة، حتى شهيرة كازا جراندي ستصبح لك. ستصبحين ما لم أستطع أن أرضوه، زوجة الآمر المطلق على ألبانيا ريال، لا زوجة الآمر الثاني كوالدك. خوسيه أرماندو ليس معتادا على الريف ماما. سترين أنه لن يلزمه 5 أيام ليعود إلى مكسيكو. لكنني لست مطمئنة جراسيليتا. لا داعي أبدا للقلق ماما، في تلك المزرعة هناك ما الذي سيأخذ مني خوسيه أرماندو؟ أتيت
تعرفين ما حضرت لك إيه؟ فريد. رباه، كيف تعرفين؟ فأنت أميرتي لا تبصرين؟ أخبرني بهذا صوت غامض جدا. إنه صوت الروح التي تعيش في الماء. لا، إذا خرجت ستجرنا إلى قعر المياه. هيا بنا أميرتي. لا تضحكي أميرتي، ألا ترين قد تثور وتخرج من الماء؟ لا تضحكي. لا، هذا غير صحيح، أرجوك لا تخاف منيزيو. عرفت من رائحتها على الفم. أعطني إياها. طعمها لذيذ، من أعطاك إياها؟ إنها من البستان في كازا جراندي. أعطوك إياها؟ لا، أنا أخذتها. لما أنت مضطرب ديونيزيو؟ ضبطت أحدهم يسرق الفريز. يجب أن نحرسها لألا تتكرر السرقة. حسنا، ما رأيك ببناي؟ لو قابلته في مكان آخر لما عرفته. لم أتي منذ سنوات إلى كازا جراندي، كيف الحال هنا؟ بخير سيدي، بخير. يريد ابني أن يذهب إلى الصيد، لقد ابتاع بندقية ويرغب بتجربتها. جهزوا له جوادا ديونيزيو. حالا سيدي، حالا. لا تقل انك سرقت الفريز ماليزيو. لا، ما ينبت بين النبات ليس ملكا لاحد. الرب هو من يجعلها تنبت وتنمو، ثم يسقيها من ماء السماء، يسقيها من خيره بامطاره الغزيره لتحمل ثمارا ويتناولها المرء الجائع. اميرتي انت محق. نعم، على الاكيد ان لم يقطفوها ستفسد. انها لذيذه جدا. هل تعلمين شيئا أميرتي؟ ماذا؟ قد أتى بعض الناس إلى كازا جراندي حجة كبيرة. يأتي السيد كل عام من ليسو. أجل، لا، لكن نساء ورجل لا أعرف من هو. شاب أنيق المظهر ووسيم. حقا؟ من هو ماليزيو؟ أنا لم نأتي منذ زمن إلى كازا جراندي كريسانتا. لنا فيها ذكريات. هل ندمت في أي لحظة على ما فعلناه بالطفلين صغيرتي؟ أحب خوسيه أرماندو كما لو أنني حقا أمه، لكنني لم أكف عن التفكير بتلك الطفلة التي ولدت مني والتي لم أرى وجهها قط. أنا أشعر بالندم نانا. أنا من فعل تلك الأمور ابنتي. نعم، لكنني وافقت وصمت لأنك فهمت أنه أفضل حل. يومها لم أضع أي أزهار على قبر ابنتي لأنني لا أعلم أين دفنت، ولم أود العودة. حسنا فعلت، لكن زوجك اكتشف السر ولحلت علينا كارثة. لكن وقتا طويلا مضى ولن يكتشفه أبدا. من يدري نانا، هنالك من يستطيع. دومينكا، لا نعلم إن كانت تلك المرأة لا تزال حية. دكتور ملافير؟ أين إسميرالدا؟ لما تحبين أن تزوري المدفن ليلاً؟
لأنه أكثر هدوءا. الليل خلق للنوم أميرتي، من الممتع أن تغمض عينيك ليلا وفي اليوم التالي أن تفتحيهما على ضوء الصباح. بالنسبة إلي الأمر سيئ، لكن الأحمق أماليزيو يا أميرتي لن يذهب إلى المدفن حتى بقوة. أنت خائف؟ أنا لا أحب الجلوس هناك بطمأنينة، أتنشق رائحة الأزهار المتنوعة وأصلي من أجل أرواح الموتى كلهم. يا إلهي ما هذا؟ ميليشيو، ميليشيو ما هذا؟ ميليشيو، بسم الله هندو صوص. وأخيرا قد وجدت سرقة الفريز. ما تفعلين هنا؟ من أنت؟